بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن درس بسيط ومهم جدا، وهو استحضار النية الصالحة في كل عمل تقوم به. اعلم يرعاك الله أن جميع الأعمال المباحة التي تقوم بها من النوم والأكل وطلب الرزق وغيرها يمكن تحويلها إلى طاعات وقربات يحصل المرء بسببها على آلاف الحسنات ومليارات الحسنات أيضا، بشرط أن ينوي المسلم عند القيام بها بالتقرب إلى الله تعالى. طيب، والدليل قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. بعطيك مثال على الحالة، مثل ينام المسلم مبكرا ليستيقظ لصلاة الليل والفجر فيصبح نومه كله عبادة، وهكذا بقية الأعمال. ايضا بعطيك مثال ثاني، مثلا اني اكل شيء او اشرب شيء واستحضر النية بداخلي اني اتقوى لطاعة الله، ويكون هذا الطعام حسنات. ايضا الذهاب الى المسجد، ايضا الذهاب الى المدرسة او الجامعة، استحضر النية اني اذهب الى الجامعة عشان الله يرضى عني، عشان كذا وكذا راح الله يعطيك على هذا الذهاب حسنات وأشياء كثيرة، والله أعلم.